طب يا ترى في طغمات معينة في الملائكة؟ في كم طغمة؟ ها؟ كم طغمة؟ في 9 طغمات للملائكة. من ضمن هذه الطغمات طغمة اسمها رؤساء الملائكة. رؤساء الملائكة دول عددهم كم واحد؟ 7. يبقى إذن في 9 طغمات في الملائكة، ولكن في من ضمنهم في طغمة اسمها إيه؟ رؤساء الملائكة. ورؤساء الملائكة دول عددهم إيه؟ 7. من ضمنهم أو على رأسهم هو رئيس الملائكة إيه؟ رئيس الملائكة ميخائيل. في الحقيقة قبل ما أتكلم عن رئيس الملائكة ميخائيل، عايز أوريكم في قصتين صغيرين إزاي الملائكة بيقوموا ويوصلوا لنا رسائل ويعلمونا حاجات، قصص صغيرة حصلت حقيقية. قصة منهم، أنا في الدير مرة وكان ليا صديق وعنده بنت صغيرة، والصديق دوت زعلان مع بنته، أو بنته في الحقيقة هي اللي زعلانة صعبانة عليها من باباها. فجي قال لي: يا أبونا لو سمحت عايزك تصالحني على بنتي. فقلت له: ليه؟ قال لي: عشان البنت مش راضية تاكل، عشان كمامتها كانت عيانة وقعدت فترة طويلة عيانة، فهي فضلت تصلي وكانت زعلانة مني ومن ربنا. فقلت له: طيب، اسمها مريان. بقول لها: يا مريان، انت زعلانة من بابا ليه يا حبيبتي؟ قالت لي: عشان كذا وكذا وكذا. قلت لها: طب معلش، لكن احنا دلوقتي نصالح وبابا يسوع بيحبنا. قالت لي: ما خلاص اتصالحت معاه. قلت لها: اتصالحتي معاه ازاي؟ قالت لي: ما هو جالي وصالحني. فقلت لها: يعني ايه جالك وصالحك؟ قالت لي: في يوم وانا بصلي لقيت الطاقه في السقف اتفتحت، ولقيت زي ملائكه ليهم 6 اجنحه، وفضلوا ينزلوا من الطاقه اللي في السقف. ولقيت بعد شويه لقيت كرسي كبير وكله زي مذهب، والكرسي ده نزل بس ما نزلش على الارض، فضل فوق الارض بشويه، والكرسي ده حواليه الملائكه ديت ام 6 اجنحه. فقلت لها: طب انت عرفتيهم 6 اجنحه ازاي؟ قالت لي: ما انا عديتهم. قلت لها: لا بس ايكي مش واخده بالك، وكان قصادنا صوره العذراء. فبقول لها: حوالين العذراء في ملاكين، وكل ملاك ليه جناحين. قالت لي: لا دول 6. قلت لها: يا حبيبتي جبتي منين الرقم 6 دي؟ قالت لي: ما اعرفش، بس هم كانوا ب6 اجنحه. قلت لها: طب وبعدين ايه اللي حصل؟ قالت لي: لقيت بابا يسوع قاعد على الكرسي دوت، وبعد كده بيقول لي: يا مريان انت زعلانه ليه؟ قالت له: عشان ماما عيانه وانا عمال اصلي لك وانت ما بتردش عليا. فقال لها: طب خلاص انا هشفيها، عايزه حاجه تاني؟ قالت له: لا متشكره. فقال لها: طب خلاص يعني امشي مش عايزه حاجه؟ قالت له: لا خلاص انت خلاص ماما هتخف، يبقى كده مش عايزه حاجه تاني. بتقولي: وبعدين بصيت لقيت الملائكة ابتدوا يطلعوا، والكرسي ابتدى يصعد، وطلع من الطاقة اللي اتفتحت في سقف الأوضة، واختفى المنظر على كده، والبنت صحيت من النوم. كانت رؤية عجيبة جدا لهذه البنت. ده يوريكوا الشاروبيم والسرافيم اللي حوالين العرش نازلين مع إيه؟ مع المسيح له المجد. مرة تانية وإحنا في الدير برضه أوريكم الملائكة إزاي الملائكة بيظهروا ويتعاملوا معانا كبشر، لأنهم أرواح خادمة مرسلة لأجل الإيه؟ العتيدين أن يرثوا الخلاص.